إخواني في الله، أوصيكم ونفسي في مطلع هذه الكلمات بتقوى الله جل جلاله. والله ثم والله ثم والله ثم والله إننا بحاجة ماسة إلى تقوى الله عز وجل. إخواني في الله، ربنا جل جلاله أكثر من الحث على التقوى في كتابه، فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الله الله بتقوى الله ما دمتم في زمن الإمكان. إخواني في الله، الموضوع هو كما علمتم يا راحلين إلى القبور، لا إله إلا الله. إنها رحلة عظيمة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ينتقل بها الإنسان من هذه الدار إلى عالم القبور، ينتقل من الأهل والأولاد والأصحاب والأقارب، ينتقل من الفرش إلى التراب، ينتقل إلى المباني إلى القبور، ينتقل إلى قبر تصف عليه فيه اللبنات ويحثى عليه التراب، ويكون فيه وحيدا فريدا إلى أن يأذن الله لقيام الأبدان من القبور. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن ساعة الرحيل تختلف يا عباد الله، ساعة الرحيل تختلف. فمنهم من يحب لقاء الله ويحب الله لقاءه، منهم من يبشر كما أخبر الباري جل جلاله، ومنهم من تضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم ويختم لهم بسوء الخاتمة، يقال لتلك الأرواح أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط، اخرجي إلى سخط، إلى سخط وغضب من الله سبحانه وتعالى. إن ساعة الرحيل تختلف يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، منهم من تستقبل أرواحهم، ومنهم من ترد أرواحهم، منهم من تكون أرواحهم في أعلى عليين، ومنهم من تكون أرواحهم في أسفل السافلين. إن لحالة الرحيل أمور عظيمة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. المرجع والمآب إلى عالم الخفيات سبحانه وبحمده، فماذا أعددت لساعة الرحيل أخي في الله ويا أختي في الله؟ ماذا أعددنا لساعة الرحيل؟ إخواني في الله، استعدوا لساعة الرحيل بعد القصور وبعد الفلل وبعد المساكن الأخرى، يكون في قبر ضيق الأرجاء إلا أن يوسعه الله عليه. نسأل الله جلت قدرته أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم أيقظ قلوبنا من رقداتها يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن ينتفع بالذكرى يا حي يا قيوم.